السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء صف رابع ابتدائي، مرحبا بكم. معكم مستر محمود معلم اللغة العربية. بإذن الله سوف نتكلم اليوم عن البحث. عندنا طبعا أربع مواضيع: السياحة، الصحة، الماء والطاقة. ولازم حبايبي الطلاب كل طالب يقرأ جميع مواضيع كويس جدا ويعرف يختار البحث اللي هيتكلم عليه. النهاردة بإذن الله نتحدث عن السياحة. أول حاجة حبايبي الطلاب في البحث العنوان، لازم العنوان بتاعي يكون شيق وجذاب عشان خاطر يلفت انتباه القارئ كويس جدا. تاني حاجة معايا الرقم التعريفي اللي هو الكود الخاص بكل طالب، وزي ما احنا عارفين ان ينفع مجموعة من الطلاب ينفع يشتغلوا مع بعض في سنة دراسية واحدة ويكونوا من نفس المدرسة. تالت حاجة معايا المقدمة، والمقدمة دي بتبقى عبارة عن نبذة عامة عن الموضوع، يعني الحديث عن الموضوع بشكل عام، والمقدمة دي بتتكون من 40 ل 50 كلمة. رابع حاجة معايا عناصر الموضوع، طبعا وعناصر الموضوع بتتناول جميع المواد، ويعني لازم كده تشتمل على بعض الصور. لو هنتكلم عن السياحة ممكن تبقى حاجات عن البحر الأحمر، البحر المتوسط، المعابد، الأهرامات. خامس حاجة معايا النتائج، النتائج دي اللي هي المعلومات اللي أنا توصلت إليها من خلال البحث بتاعي. سادس حاجة معايا وهي المصادر، المصادر دي الحاجات اللي أنا أخدت منها المادة العلمية بتاعتي، زي كتاب اللغة العربية، كتاب اللغة الإنجليزية، كتاب الدراسات، المكتبة الرقمية، المنصة التعليمية. عندنا في العربي، وده طبعا كنموذج استرشادي، عندنا في درس بيتحدث عن السياحة في مادة اللغة العربية في الترم الأول، ولو معكش كتاب ممكن ترجع للبنك المعرفة أو أي موقع. عندنا الدرس بيتكلم عن السياحة في مصر، لازم أقرأ الدرس قراءة جيدة عشان أقدر أستخلص منه اللي أنا محتاجه في البحث بتاعي. هنحط كده عنوان عن أنواع السياحة في مصر، وهبدأ أتحدث عن موضوع السياحة وأقول إن مصر تجذب أفواجا من السائحين من جميع دول العالم، بيأتون إليها الأغراض متعددة. وأقول إن هناك أربع أنواع من السياحة: أول حاجة سياحة ترفيهية، ودي للنزهة والترفيه، تاني حاجة سياحة دينية، طبعا بيزوروا فيها المساجد والكنائس والأماكن المقدسة. تالت حاجة عندي علاجية، طبعا دي للعلاج. رابع حاجة عندي ثقافية، لمشاهدة الآثار وجمع الصور عنها. وبكده حبايبي الطلاب نكون انتهينا من مادة اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم سنة رابعة؟ طبعا الموضوع السياحة اللي احنا هنتكلم عنه اغلبه دراسات، فاحنا بنتكلم عن أهمية السياحة، وأهمية السياحة دي احنا خدناها الدخل القومي، خدناها درس عندنا في سنة رابعة. بس لو احنا بنتكلم عن أهمية السياحة لازم نذكر طبعا مقومات وجود السياحة في مصر، المقومات زي المقومات الطبيعية والبشرية باستفسار ونفسر عنها، ونتكلم بقى عن الدخل القومي. طبعا عارفين ان هو مهم ليه، دخل طبعا مثلا للدولة عملة صعبة، طبعا كمان خدنا ان هو بيوفر فرص عمل للشباب. هنتكلم باستفسار عن الدخل القومي ازاي ليه أهمية للسياحة، وان هو طبعا زي ما خدنا قبل كده ان السياحة برضو جزء من النشاط الاقتصادي زي الزراعة والصناعة والتجارة واهميتها. هو هيشمل البحث بتاعي أهمية السياحة ومقومات السياحة واهميتها بالنسبة للدخل القومي، وما ننساش برضو ان احنا نذكر جهود الدولة لتنمية السياحة، برضو يدخل في الموضوع بتاعي. كل ده هنلاقيه في الدرس أهمية السياحة للدخل القومي، وده هنلاقيه في كتاب المدرسة موجود عندي في صفحة 12 و13، وهنلاقيه في المكتبة الرقمية. لو بحثنا هنلاقيه كل حاجة باستفسار عن السياحة. وشكرا. السلام عليكم، النهارده بإذن الله نتكلم على الجزء الخاص بالرياضيات، وهي نسبة السياح التي تحلم أن يزوروا مصر، مع ذكر بعض الاقتراحات لتنشيط السياحة. عايزين نعرف نسبة السياحة في مصر قد ايه. بص احنا هنبدا نتكلم الاول عن الايه، عن الاجزاء، او هنتكلم بالنسبه لدرس القصور بتاعتنا. مصر فيها قد ايه من الاثار؟ يعني هنلاقي ان الاثار اللي موجوده في محافظه الاقصر، بس بتساوي حوالي ثلث اثار العالم. ونسبه السياحه اللي احنا بنحلم انها تزور مصر او تصل لمصر، يعني في المستقبل بنحلم انها توصل ايه ل 100%. احنا عايزين نمثل بقى القصور بتاعتنا ونوظف درس القصور في الايه، في الدرس بتاعنا في الايه، في بالنسبه للسياحه. احنا عندنا الاقصر بتمثل تلت الاثار، فممكن احنا نرسم بشكل بياني كدايره، ونبدا نقسم الدايره دي لايه، لثلاث اجزاء، كل جزء فيها بيمثل ايه،
الاثار بتاعتنا بتاع محافظه الاقصر ونسيب الاجزاء التانية. نيجي بقى عند الجزء بتاع محافظه الاقصر اللي هو بيمثل تلت اثار العالم، ونبدا نظل للجزء ده. لو هنشتغل بالنسبه لدرس القصور، وممكن انت توظفه في ايه، في دروس تانية او باشكال تانية مختلفه. شكرا. السلام عليكم، ازيكم سنه رابعه. انا هتكلم معاكم ان شاء الله عن العنصر الخاص باللغه الانجليزيه، وهو صمم دعوه لزياره مكان سياحي باللغه العربيه واحد اللغات الاجنبيه. قبل ما نبدا نتكلم عن الدعوه، لازم تاخد بالك ان انت مطلوب منك عدد كلمات بيبدا من 15 كلمه على الاقل لحد 30 كلمه. طيب انا ازاي هعمل الدعوه؟ الدعوه ببساطه وركز معايا. اول حاجه انا بستخدم كلمه دير. دير معناها عزيزي او عزيزتي. دير وبيجي بعدها كومة، لازم نحط بعد كلمة دير كومة. السطر اللي بعده لازم اسيب مسافة، مسافة مثلا مكان صباعي كده زي ما بنسيب المسافة في الباراجراف. وبعدين هبدأ اعمل جملة افتتاحية، فانا هقول مثلا I am glad to invite you to visit، او I am happy. بلاش جلاد، مش هتعرف تكتبها GLAD، ممكن استخدم I am happy. I am pleased يعني انا سعيد. I am happy to invite you يعني انا سعيد بان انا ادعوك to visit. I am happy to invite you to visit. وبعدين بتختار اي مكان سياحي انت عايزه، ممكن استخدم the pyramids الاهرامات، ممكن عندي ذا ايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري، او اي مكان سياحي تاني انت تحب ان انت تكتب عنه. طيب لو انا معرفتش اختار مكان سياحي، ممكن استعين بالمكتبة الرقمية، او احنا موجودين في اي وقت ممكن نساعدك في ان انت تختار مكان سياحي. طيب خلاص، يبقى انا كتبت دير وعملت بعدها كومة، وبعدين في السطر اللي تحته سيبنا مسافة، وكتبنا جملة افتتاحية I am happy to invite you to visit، ومثلا the pyramids. ممكن ان انا عايز احط اليوم او الشهر اللي انا هعزم فيه او اللي انا بدعي فيه السائح ده، هعمل ايه؟ تركز معايا قوي ان انت خلي بالك ايام الاسبوع بيجي قبلها حرف الجر on، يعني on Monday. طب لو انا عايز احط له التاريخ كامل، التاريخ كامل هو يوم وشهر وسنة، برضو خلي بالك ان انت هتستخدم معايا on. طب لو انا عايز احط شهور شهر بس، يعني هنتكلم عن شهر، يبقى ان، يعني ممكن اقول له on Monday، او ان انا مثلا هقول له in March في شهر مارس. يبقى ايام الاسبوع هتاخد on، شهور السنة هتاخد in، لو هتكتب تاريخ كامل يبقى انا برضو هستخدم on. اوكي ماشي، يبقى انا اخترت البيراميدز، قلنا I am happy to invite you to visit the pyramids on مثلا Monday. ممكن ان انا عشان ازود عدد الكلمات بتاعتي ان انا ابدا افسر له المكان ده انا هشوف فيه ايه، فهقول له مثلا you can see، انت هتقدر تشوف هناك مثلا a lot of monuments. لو انا هتكلم عن الايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري، هشوف فيه ايه؟ الكثير من الاثار. طب ما احنا ما خدناش كلمه اثار دي في المنهج، ممكن استعين بالمكتبه الرقميه او المدرس بتاعك احنا معاك. طيب بعدين في الاخر بعد ما كتبنا I am happy to invite you to visit the pyramids on Monday you can see a lot of monuments الكثير من الاثار، هتيجي بعد كده وتقول له مثلا see you soon، اراك قريبا. see you soon، اراك قريبا، صعب عليك خلاص ممكن تكتب له thank you very much، وفي الاخر هتكتب yours، ويورز دي معناها التوقيع، التوقيع. او ممكن تكتفي زي ما قلنا see you soon، best wishes، مع اطيب الامنيات، اي واحدة منهم. وكده تبقى انت كتبت الدعوة بتاعتك باللغة الانجليزية، وبعد كده تقدر تترجمها باللغة العربية. يسرني ان ادعوك او اتشرف بدعوتك لزيارة مثلا الاهرامات، وذلك في يوم الاثنين الموافق، او اي يوم او اي تاريخ زي ما انت تحب. كده يبقى احنا اتكلمنا عن الدعوة. بأكد تاني، ما تنساش ان انت عندك عدد من الكلمات من 15 ل 30 كلمة، وان شاء الله الموضوع يبقى سهل وبسيط. شكرا. وبعد الانتهاء حبايب الطلاب من جميع الخطوات السابقة، هننتقل بعد ذلك الى النتائج. وقلنا في النتائج دي بتبقى عبارة عن فقرة استنتاج، بنكتب فيها ايه الحاجات اللي انا استنتجتها من البحث بتاعي.
اخر نقطه معايا وهي المصادر. المصادر دي طبعا مختلفه، في منها الكتاب المدرسي، في منها المكتبه الرقميه. المعلومه اللي انت جبتها تذكر المكان اللي جبتها منه، سواء كتاب اللغه العربيه، كتاب اللغه الانجليزيه، المكتبه الرقميه، المنصه التعليميه، او اي موقع اخر. واهم حاجه حبايب الطلاب ان احنا نكتب كتابه صحيحه للكلمات والجمل، ونتجنب الاخطاء الاملائيه، ويكون موجود عندنا في البحث بتاعنا علامات الترقيم. يبقى اهم حاجه الكتابه الصحيحه للكلمات والجمل، ونتجنب الاخطاء الاملائيه، كمان نكتب علامات الترقيم، لان دي حاجه مفيده ومهمه جدا، وهتفرق معانا اكيد في البحث بتاعنا. وبكده حبايب الطلاب نكون انتهينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.